الأخت فاطمة تسأل وتقول: علي قضاء أيام من رمضان من سنوات مضت، هل أصومها فقط أو هل هناك مع الصيام كفارة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. إذا كان تأخير الصيام إلى ما بعد رمضان أو رمضان آخر لعذر ولم تتمكن من القضاء وقد زال هذا العذر فإنها تقضي وحسب، لا يجب عليها غير ذلك. أما إذا كان تأخيرها للقضاء حتى دخل عليها رمضان أو رمضانات من غير عذر وإنما هو تساهل منها وتكاسل منها، الواجب عليها أمران: الأمر الأول القضاء، هذا لا بد منه، والأمر الثاني أن تطعم عن كل يوم مسكينا كفارة عن التأخير. نعم.